غنطويو البنات هاهي عندي هنايا 3 متر ديال الثوب، غادي نطويها على نطويها على زوج بالعرض. البنات بالنسبه نعطيكم فكره على هاد الموديل اللي غنخدم كيف داير. فيه القطعه هنا فوق الصدر، هنا فوق الصدر فيه القطعه، هنا كاينين الازرار ياكو، هنا في هاد القلعه في هاد القطعه جايين بليات، كاينين دي بلي هنا اللي دي بلي كبار وكاستخي، يعني ماشي دي بلي اللي على برا خارجين، لا اللي مدفونين من الداخل. والمنش ديالها عادي، هاد الموديل خاصه 3 متر لان كاين بليات هنا 3 متر. غتكون فيه الكشكاشه وبواني ديال الشوميز وكول اوفيسي. الله يعطيك الصحه. نوع الثوب هذا كشمير رقيق. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ البنات الطول اللي عندي ديال السيده اللي هو متر وأربعين، عندي متر وأربعين، غنزيد عليها متر وأربعين، غنزيد عليها 3 سنتيم ديال الخياطة ديال الفوق وجوج سنتيم ديال اللولي زائد جوج سنتيم ديال القطع. هذا دابا الطول إجمالي ديال القطعة اللي عندي في الصدر كتاكل لي جوج سنتيم فاش كطلاق. دونك نزيد 3 سنتيم قلنا ديال الخياطة في الكتف والأغلي زائد جوج سنتيم ديال القطعة اللي غتكون فوق الصدر اللي هي في الطوطال عندي متر وخمسة وأربعين، هو اللي غنحط هنا. غنجي غندير متر وخمسة وأربعين بهالطريقة هادي، هنا غنجيو البنات كيف القاعده غنحطو العبار ديال الكتف من الوسط ديال الثوب. بالنسبه للاخوات الجداد ركزوا معانا، غنجي هنايا عندي السيده عندها في الكتف 40 قسنا جوج هي 20 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 21، راسي 21، غنحيد 8 سنتيم في تقويرات العنق ونهبط بجوج. هنا هنا في الكتف غادي نهبط بثلاثة سنتيم وغادي نسطر خط مائل. ارتفاع الصدر عندي فيه 28 زائد هذيك 28 غنزيد عليها جوج ديال السنتيم. علاش؟ لان القطعة تكون عندي فوق الصدر، هنا قلنا القطعة كتاكل جوج سنتيم، اذا انا ارتفاع الصدر شحال غناخد فيه؟ 30، ناخذ في الصدر ارتفاع الصدر 30 حيت ملي غادي ندير القطعه، فاش غادي ندير القطعه غتمشي جوج سنتيم. المهم غادي نجيو هنا القطعه غادي نهبطو ب 16. هنا بالنسبه للقطعه البنات من راس هنا لهنا غادي نهبطو ب 16 زائد جوج سنتيم، هذيك جوج سنتيم، سنتيم الفوق سنتيم غادي يتكال من الكتف وسنتيم غادي يتكال من جهه القطعه هنا، يعني غندير 18. غنجي البنات نحط انا هنا عبر الصدر عندي عادي، غادي نحطو شحال عندي قلنا ارتفاع الصدر شحال عندي في ربع ديال الصدر 102، غنقسمها على 4 غتعطيني 25.5، غنزيد عليها جوج سنتيم هي 27.5، غنحط 27.5 غنجيو البنات كنهبطو هنا ب 16 سنتيم مستقيمة
وهذه الطرفين هنا. غادي نجي وغادي ندير واحد الخط هنا، هذا هو الخط فين غتكون عندي القطع. هذا العبار هذا انا كنعطيكم دابا الطريقه السهله والامنه باش غادي تهزوه. كنشدو هذا العبار، كنشدو بهذه الطريقه، كنجي هنا للتركيز كندير شرطه، وكنجي هنا فين عندي القطعه وكندير شرطه. فوالا هذا هو العبار، غنحولو هنايا. حنا هنايا بالنسبه لي بلي غتكون عندي 6 سنتيم في كل طيه، يعني غادي ندير 12 سنتيم زايده حيت عندي جوج طيات. جوج طيات غندير 12 سنتيم زايده على هذا العبار. دونك غنجي هنا غنعبر 12 سنتيم بهذه الطريقه هذه، وغنخرج هنا 12 سنتيم، وغنجي لهاد النقطه اللي خرجت ليها هنا، وغنعاود نحط هذا بحال هكا، وغنعاود نطراسي ومن هنا هذا غادي يتلغى وغتولي القطعه بحال هكا. ملي غدا غادي نديرو ليه البلي غنجيبو لهنا، غادي يرجع التركيز في بلاصتو. صافي البنات، نتمنى الشرح يكون واضح ديال هاد القطعه اللي غدار في النص ديال الصدر. كاين اللي مولف يدير القطعه في تحت الصدر، كتجي سهله على هادي، وهذه انا وريتها لكم بطريقه سهله اللي ما غاداش تشمح لكم. بالنسبه لهنا البنات راه ما غاديش ندير ديك الدخله ديال الحزام، لان الاخت بغاتها مطلوقه، دونك غادي نهبط نيش من هنا بهذه الطريقه، وغادي نقول لكم شحال غادي تفج الجلايل. هلا بالنسبه للجلايل فيهم البنات 48. هنا ما حدينا الاخوات الجدادات القدامات راه عارفين كي كندير الطول، ولكن لي جدادات كنحط سنتيم على الكتف منين جايه منين كنخرجوا دوره العنق، وكنشد السنتيم هكا وكندور بهذه الطريقه باش ما كيجيونيش الجناب طايحين. يعني هذه هي اللي كتعطيني العبار الصحيح باش ندير التقويره ديال التحت. هذه التقويره ديال التحت كيفاش كتجي بهذه الطريقه. دونك انا ملي كنخيط، حيت هنا راه عندي 5 سنتيم، ما عنديش 3، كملت التقويره عندي 5 سنتيم حيت عندي الجلي العراض. دابا البنات غادي نخرجوا نقطعوا هذا الشيء وغادي نديروا الامام. مرحبا، تعالى بارك الله فيك. ما كنظن هاد الطريقه كنتو يمكن محتاجينها، وشحال ما غيعرفش شحال منكم ما غيعرفش كيفاش يخرج القطعه في وسط الصدر. هذه الطريقه سهله ومضمونه وتعطي نتيجه زوينه. الا بغيتو هذيك الطيات ليكم عريضه نجيو دابا نقص ونقطعو الامام. يا بسم الله، you
نتابعوا البنات هنا غيكونوا بعض التغييرات. هذا قلنا الظهر غيبقى هكا غنحيدوه. هنا البنات عارفين ان كيكون عندنا ديما الصدر اللي هو هنا حيت هذيك السطاشيه اللي هبطنا بها، وكتكون كذلك حتى بالنسبه. وغنخرجوا به نقطه الصفر باش التركيز ديالنا يتسهل بهذه الطريقه. يعني ملي كنجي انا نجمع هذه هكا راه هذاك هو السنتيم اللي تندخلوا به في فاش كيكون عندنا التركيز العادي. هنا تقويرات العنق غنهبطو ب 8 سنتيم من الرطوبه، وهذه خاصها تكون هكا افقيه حيت هذه هي اللي غتتنا ديال الصيف. والسنتيم اخر كنقصوه من الكتف، هذاك اللي كندخلو به في التركيز هو اللي تنقصوه من الكتف. هذا قلنا ملي كد راه كيتجمع. دابا نحيد هذا الشيء الزوائد لوكيفيكاسيون اللي كاين بالنسبه للامام. الطريقه هادي ونعاود نقص عاوتاني من هنا، ودابا غندي اخر مرحله اللي هي غنقطع هذا الشيء اللي طراسيت. هذا الجزء العلوي وغادي نجي نقطع ناخذ به العبار ونقطر هنا باش ناخذ عاوتاني هذا حتى هو ونقطعو هكا، حيت هنا البنات غادي يدار الطيات هكا غادي تجي الطيه هكا كاستري يعني لداخل ماشي على برا. فوالا غيكونوا جوجات بهذه الطريقه هذه، وغيتحط عليهم هكا ربع ديال الصدر. المهم احنا كملنا هنا، يبقى لنا الكارنيتور نخرجوا بعدا الكمام من الاولين، وباش لي شوت اللي بقاو لينا نديروا بهم نشوفوا لكم شحال عندي في الطول ديالو. عندنا 56، هذيك 56 البنات غناخذها كامله وغنزيد عليها كامله، ما نزيد عليها حتى شي حاجه نتوما ما تعرفوهاش. غادي نطويتو هكا اللي بقى لي على زوج. ارتفاع الصدر البنات قلنا كان 28، زدنا عليه جوج سنتيم، هذيك جوج سنتيم راه غتمشي تكال في القطعه. دونك حنا غناخذو غير ارتفاع الصدر ديالنا 28 كامله، غادي نهبطو هنايا ب 16 وغادي نديرو هاد النقطه هاد 16 سنتيم اللي هبطنا بها هنا، غندير واحد الخط هكا مستقيم هاد الطريقه، يكون خط وهمي متقطع باش ناخذ ارتفاع ديال الصدر هو اللي غنحطه هنا. ديك 28 غنحطها هنا وغنقسمها على 4 بهذه الطريقه. هذا الخط راه كيكون هنا، هذا الخط هكا بحال هكا قسم الربعة النقط. هنا كندخل بسنتيم ونص وهنا كنخرج بسنتيم ونص، كنجي بهذه الطريقه وكنجي لهنا في المنتصف ونطلع بالنسبه للاخوات اللي جداد. المهم هنا كنجيو الراس لكم كناخذ 21 سنتيم وغنطلع بها هكا مستقيم، وغنجي هكا نضل. اللي ما كيدير كيتحكمش في هاد التقويره بيدي يستعن بهذا. انا غنحط لكم هذا، انا قورت بيدي غنحط هذا، شوفوا مع الخط نيشان، وهذا الشيء راه غير ممارسه البنات. شوفوا واللي ما كتحكمش في هاد التقويره تستعن بالبيستولي باش ما يجيهاش هنا عريض، واللي كتخاف ما يجيهاش هنايا في الدوره ديال الدراع مزير، واللي اللي كتعرف ان عندها الدراع عراض تفادى هاد الدخله هادي، تفاداها تسطر بالمسطره نيشان بحال هكا، تسطر بالمسطره من هنا لراس لكم. كاين اللي ما كتعرفش تاخذ العبار ديال دوره الدراع.
دونك تسطر من راس لكم لهنا بهذه الطريقه هكا ما يجيش لكم مكير. هنا في قلنا العبار ديالنا غنحطو كامل 56 كامله غادي نحطها. وهذا هو لكم كامل، ما زدت عليه ما نقص عليه. غادي ناخذ باندا حيت عندي بواني شوميز، غناخذ واحد الباندا هكا اللي غادي يكون العرض ديالها غادي نديرو هكا 7 سنتيم، وغادي ناخدو فيها حنا 24، 7 سنتيم هنا في العرض و 24 في الطول. هنا راه التوب مطوي على زوج، غنحلها بحال هكا من هنا. باندا العرض طول ديالها 24 والعرض ديالها هكا مطوي على جوج 7، ولكن الا سرحتوها فيها 14. هذه غادا تطوى بحال هكا، وهذا هو البواني ديال اليد. هنا غادي يجيني الكم هكا فيه الكشكاشه، وفي نفس الوقت المونش كتجيني بوفوند، وفي نفس الوقت كتجي هكا في هذيك التكشكيشه باينه. وداكشي علاش انا خليتها الطول ديالكم هو هو، وهذا راه غادي يعوض ليا بلاصه الخياطه ووافي. يعني حنا راه 2 سنتيم ديال الخياطه، هاي حنا عندنا هنا 7 سنتيم، دونك غتعطيني الوفه. ما يجي حيت لكم ملي ملي كنجمعوه من هنا كيتشنق، كيجي مشنق الطول ديالكم. عندي جياب كذلك، الجياب غادي يكونوا في الجناب ما كيبانوش، جايين في الخياطه من الداخل. الجيب اختياري، كل واحد بحال كيبغي يدير في الجيب. انا هنا غادي نعبر 25 هكا دايره، غنحلها من هنا وغادي ندير هكا واحد القوس كله عبار الجيب البنات اللي كيبغي يدير بحال الطريقه هذه. هذا راه كافي بالنسبه لليد. هانتوما شوفوا، وغنحل هادو، هذا جيب ديال اليمين وجيب اليسار. غنجي هنا البنات غندير واحد سنتيم ونكراني، نكراني واحد الشهد ديال سنتيم، وغادي نعبر 16، غنعبر 16 سنتيم من الكراناج 16 سنتيم، وغادي ندير الكراناج الثاني ها هو. وهذه هي فتحة الجيب. هنا البنات بالنسبة لهذا ما غيكونش فيها الكارنيتور، راني نسيت، غيكون كول اوفيسي. كول اوفيسي غادي ناخذ دورة العنق، هانتوما الثوب ها هو ديجا على جوج، وغنعاود ولكن المسافة اللي غنحط هنا غنعطيها لكم منين كنجيبوها. كناخذ دورة، هاهي هذه الدورة ديال فين هو هذا، هذه دورة العنق من الامام ودورة العنق من الخلف. الثوب هكا ديما كيبقى على زوج، يعني كنخدمو ديما بالمنتصف. دورة العنق من الخلف فيها 10، وهنا غادي نحيدو ديك 6 سنتيم د الحاشية اللي كنا دايرين، غنحيدوها وغادي ندير عندي قلنا 10، ودورة العنق حدا حد هنايا. هادي ما غتدخلش في الحساب حيت هادي اصلا غتتنا وغيجيو فوق بعضياتهم فيهم الازرار. اذا غناخذ 18 على 10 هي 28، يعني 28. اذا في هذا العبار غناخذ 28. الثوب هنا عندي على زوج، وهاد الجهه مسدوده
اصلا غادي تقطع. المهم هادي وهكا على ثاني على زوج، هي مطويله 4، ناخذ 28 زائد سنتيم الخياطه هي 29. هادي 29 غندير هنا واحد الاطار فيه 6 سنتيم بالطريقه هادي، اطار بهالطريقه فيه 6 سنتيم. هنا غناخذ 10 هاد الجهه المسدوده غنعبر 10 سنتيم هي هادي ياك، وغادي نجي هنا عاوتاني ندير جوج سنتيم. شوفوا غادي نقسم هادي ندير هكا جوج سنتيم، ها هي دابا خط هنا فيه جوج سنتيم، وهنا غناخذو 10 هادي ديال عمق الخلف، هادي اللي غادي ناخذو بها العباط. وهنا هادي اللي بقات لينا غندخلو عاوتاني هنا بزوج بهذه الطريقة وغادي نسطرو. شوفوا الشيمة كيف دايرة، هذه تقدروا ديروها في الورق في الوراق وتقطعوها عاد تستعملوها. يعني أنا عندي هنايا زوج، طلعت هنا بزوج وهنا هبطت بزوج، غنجي غندير أنا غادي ندير طباشير باعين، غنمسح هادو هكا وغنجي هنا بهذه الطريقة، هادي ديال الخلف، وغادي نجي هنا وغادي نخرجها لهاد الشيء. شو وهادي حتى هي غادي تجي بهاد الطريقه هادي وغتخرج لهاد الشيء. وهذا هو الكول اوفيسي، غيجي هكا. شوفوا ملي غنقطعو كيف غادي يبان. غنحل هادي حيت عندي هنا مسدوده، غادي ندير هاد الخرجه اللي هنايا طلعنا بها هكا خلاصه سنتيم قادمه. هذا هو الكول اوفيسي، كيجي هنا داخل وهنا خارج بالنسبه لهكا كيجي، يعني كيجي مقوس هكا بحال برانسيب ديال تقوير القبة، حيت العنق عندنا مقور لداخل، هادي كانت هي كنقوروها لداخل باش تجي رايمه للكول من الخلف، وهادي للامام. وهنايا عندي الحرف ديال كول اوفيسي ها هو داير، صافي واضح. هذا هو المونطو، وهانتوما شحال فيه مطلق. هنا عندنا الصدر مع الظهر كذلك، ها هو الكماله ديالهم. هذا الكول فيه هكا هو تحل وغيجي داير فحال هكا. شوفوا مني غادي يركب الكول اوفيسيه كيفاش غادي يجي، فوالا هكا غادي دار هنايا صدفه ويجي بهذه الطريقه هادي، كيجيني ناعس ما تيجيش واقف. هذا الكول اوفيسيه دونك هذا المونش، وهذه البوند، هادو الجياب، هادو البواني ديال المونش، وصافي هكا غنكون الناس كملت معاكم الفصاله ديال هاد روب مونطو بالازرار. الطول ديالها متوسط، حنا يعني كنقولوا ستوندار 45، كانت السيده طويله بزاف كتهبط ب 50، كانت قصيره عاود كتهبط ب 40. صافي الله يعطيك الصحه.